امرأة لبست القفاز في العمرة وهي تدري بالحكم الشرعي، ولكن زوجها قال لها البسي القفاز لأن يديها محناة. هذا جهل من هذا الزوج هداه الله، ما لا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين، يكفي أن تغطي يديها بثوبها أو بعباءتها، أما لبس القفازين للمحرمة فهو محرم، محظور من محظورات الإحرام، فعليها الفدية، وهي إما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام، وإما ذبح شاة، مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. وفي المرة الثانية لا تلبس الإحرام وهي لا تلبس القفازين وهي محرمة، تغطي يديها بثوبها. نعم.